نظمت جمعية كاريتاس مصر ممثلة في مكتب الإسكندرية قطاع مكافحة الإيدز بالتعاون مع برنامج الحرية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ورشة عمل للقادة وصانعي القرار تحت شعار من أجل مجتمع خال من الوصم والتمييز. شارك في اللقاء الدكتور أيمن صادق المدير العام لجمعية كاريتاس مصر والأستاذ هاني موريس مدير مكتب كاريتاس بالإسكندرية والدلتا والدكتورة إيفات عادل مسؤول قطاع مكافحة الإيدز بكاريتاس الإسكندرية والدكتور عادل ملك استشاري جمعية كاريتاس الإسكندرية، كما شارك أيضا عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.